مرحبا بكم أهلا. بالتحديد من كوريا في سيول. سعود اخوان وش جابكم هنا وش السالفه ليش ومتى وكيف؟ يا عيني ليش وش تقدر كيف جينا يا سعود؟ طياره 10 ساعات هنا. اي والله مشوار، ولكن جينا هنا نبغى نغير محتوى عن المزرعه والباص والحياه الريفيه. نستكشف العالم مع بعض. راح نصور لكم هنا فلوقات وتحديات 4-5 فيديوهات. كثير منكم يحب كوريا فقررنا نجي هنا نغير جو. واللي ضايفني سناب شاف خلف الكواليس، شاف كل تفاصيل من الصباح للمساء. والله تصوير يعني ترى نطلع معاكم كذا فشوف السناب. فحياكم في السناب عموما والانستغرام ستوري. اي نعم فحياكم اليوم، بس قبل ما نبدا لا ينسون زر اللايك 100,000 لايك وتشوفون فلوقات وتحديات في كوريا رهيبه. ولكن قبل ما نبدا يا شباب في هذا الفلوق بالتحديد نبغى نستكشف كوريا يا شباب. ولا ترى برد هنا ما قلنا لهم درجة دف. ترى يا شباب درجة حرارة هنا 1 الآن، 1-2 درجة الحرارة، برد مرة. عموما هذا يومنا الثاني، فاليوم وش بنسوي شباب؟ بنجرب أكل الشوارع صح، وبنشوف سوبر ماركت كذا. أنا أكثر شيء أبغى أشوف السوبر ماركت. كثير يحبون كوريا فعشان كذا جينا هنا نوريكم كوريا وبنفس الوقت نعيش الأجواء ونسوي تحديات. يلا نبدأ. وصلنا لمشو دقانة سوبر ماركت. اسمه سوبر ماركت كوري دحوم دورين ذي معقولة دورين. شوف شوف تذكر يوم ما نسوي سوبر ماركت كوري ايه انا وياك. هنا اصلي هنا اصلي ها والله. يلا خلنا ندخل. يلا لحظة يا قدمة معكم. وصلنا للسوبر ماركت يا سعد، واهم شيء هنا وشو؟ النودلز. النودلز اشكال حبيبي اندومي اندومي. عندهم هنا اشكال جديدة، فيه حليب موز مشهورين هم فيه، نبغى نشتري. يلا سعود تعال. هاي سعد. سعود هذا هو، انت تقول هذا هو صح؟ ايه صح. انا اقول هذا هو. شباب كل واحد خلنا نسوله. هذا هو. لا هذا اخضر. الابيض. نبغى الموز. الموز هو بالموز نكهه ترى خياليه. أوكي. هذا الموز الازرق وانا اشوف. لا الموز اصفر. شوف هذا مشهور عندهم انه يعني مشروب مدري بس مشهور مره يعني. والله صراحه لذيذ. يلا خلينا نجربه. امس جربناه في السناب فبنجرب الحين في السناب. قايل لكم يا حقين السناب تعال هذا هو بوكس. شوفه موز. طيب ما نبغى بوكس نبغى حبة. تبي تاخذ للرياضة؟ ايوه هذا خذ حبة تقدر. هاي أربعة. هذا الموز أربعة؟ أربعة. سعود براذر. سعود براذر. كفو دحوم. ها كيف حالك؟ أربعة. على أي شكل جايب نكهة مدري وش هذا الولد. ترى في نكهات شباب. برا التصوير نشربها. شباب في فراولة في شوكولاتة في كذا نعناع. طيب يلا خلنا. يلا خلينا نجرب في الشارع. أوكي شباب أول شيء راح نجرب هذا المشروب المشهور. تفضل سعد. سعود وين المصاص؟ ما في. والله نسيناه. أمه بيوم الصاص كذا. يا سلام. هنجرب هذا المشروب. كم سميدة؟ كم سميدة؟ شكرا. يلا شو نسمع مع بعض. يلا واحد. تراك عبد الله برا. أنت وين رايح؟ أنا رايح. أنا رايح. الصين. أنت تعال أقرب بس. واحد 2. والله إنه ما زال نفس اللي. طعم مو الابتدائي. والله. مش قبل ذكريات الطفولة. موز هذا. موز. اللي بيشوفه يعني هذا هو بشكل سريع. معليش. شباب موز والله حليب موز صح. حليب موز وش موجود في الرياض؟ جايب لكوريا ناخذ موز موجود. اللي بي بسوي عليه سحب. لا والله حلو شباب هذا اول تجربه وطعمه حلو صراحه. بس رخيص مره يعني ترى. كم؟ ليلين ونص. وبنسوي مقطع ثاني منتجات كورية ان شاء الله صح. خاص مقطع خاص يعني بس الحين على السريع حقت البقالة نجيب منتجات كثير. واحنا نتمشى رايحين نبغى نجرب شو اسمه اكل الشوارع. حلو. لقينا هذه الاركايد مدري اركاد جيمز اركايد. لقينا سعود تجربة والله تجربة يعني هنا غير. لقينا هذه قلنا خلنا نلعب شوي. يلا تعالوا ندخل. يلا روح 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 روح. شوف يا شباب يقول لك بكوريا ايش؟ في دور فوق السوق. ايه ثلاثة ادوار. ايش تقول؟ ما سمعتك. شوف البطة يا سعود. اللي يفوز ياخذ بطة؟ والله ايه. طيب خلينا نلعب لعبة الحظ، ايش رايك سعد؟ شوف سعد هذه تبي سلحفاة؟ عطنا سلحفات. يلا العب. ولا باندا؟ ما ادري اللي تبغى انت، تبغى اي لعبة؟ ايوه لك محاولة واحدة بس. اي واحدة؟ محاولة واحدة. هذه شوفوا شوفوا. يلا يا سعد. يا وين؟ بسم الله. والله صح. صح. ايوه. اسحبها سحب. والله دفوه دعموه. اسحبها من هنا. والله لعبتنا هنا تعال. حبيبنا يا حبيبنا. يلا يا شباب. يلا يا دحوم. ممكن يجيب هذه وش العاب ولا ايش ذي؟ خذ القريب بسرعه باقي ثانيتين. بينزل بينزل بينزل. نو شوف والله قوم مطيحوه. والله قهر. شفت المرعب عليه قايل لي والله العب عليه شب شيء والله شاف المرعب والله هذه مرعبة الصراحة. سنون. اوكي الان بنخلي عبد الله يلعب. يلا تعال. ترى توتر. كم هذه بألف؟ ألف عملتهم. ألف عملتهم. هذه ايش رايكم؟ لا صعبة. هذه كبيرة. وقت 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 الثواني ما كان ثواني. روح
والله قهر ويحطوه ايش سويتم؟ فقط من نفسه خرقت البطة ايش ياخذ اللعبة النايمة ذي؟ قال لكم ذي تعال شوف اقوى بوكس اقوى لكما لا لا 704 اوه اوه اصبر 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 قولوا قربنا من رقم قياسي مرعب كم كم اوه عديت المرعب اتحداك تكسر الرقم الموجود ترى كوري ها واحد كم جبت انت؟ لفيت يا عمي كمان كمان يلا بسم الله جرب سنين في وقت سنين يلا يا صوان البني البني كفو أبا أبا تكفو تكفو سعود ياهو والله رموه ياهو اوكي يا شباب وصلنا للمنطقه اللي فيها الاكل او ستريت فود او اكل الشوارع الكوري ولكن يا شباب بنوقف وبنشوف ايش عندهم احنا ما ندري نعرف كم اكله هنا موجوده ونقيم نقيم تقييم اذا وقفنا مره انا اجرب مره اخواني يعني كل شوي واحد يجرب يلا طبعا بنحاول نجرب طبعا الاكل الموجود الحلال اكل حلال بس اكل اليمين ساره بعد عنه يلا طيب اول اكله راح نجربها البطاطس حلو مشهوره حلو بطاطس مع بهارات وكذا تختار تبي بهارات سبايسي تبي بصل حلو عطنا بالله سبايسي حلو يا سلام يلا يا دحوم جرب سلام حار ها شكل حار دوري 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 لو سمحت جرب جرب يا عبد الله لا تستحي ترى لو في البيت هذا كله اخلص علينا يلا يلا جبن حاط جبن انا حاط جبن ايه جرب جرب انت تشيلي ولا شيء جرب جرب انت ايش رايك جبن ها حط جبن والله لو انك حاط فلفل نعم قيم صد 5 من 10 وانت عشان الجبن 4 2 افضل وانزل اكثر طبعا لاني حاط جبن ما عجبهم يبون سبايسي بس يلا بعد الغن نغيره عطنا فلفل نبي فلفل يا اخي هذه اول تجربه يجي منا اول تجربه بطاطس نبغى نجرب عاد الاكلات الثانيه الموجوده هنا في كوريا اوكي بنجرب اكله والله ما ادري شو اسمها بس مشهوره مره عندهم شكلها حلا هذا وينها الحين بنجيبها معليش احسن لكم صوره يلا ازعاج ازعاج عشان تسمعوني ها يلا شكلها جاهي ذي بسم الله ما شاء الله هوب هوب اوه ما شاء الله ايس كريم ايس كريم جوا لذيذه مره والله من افضل الاشياء اللي جربناها افتت يلا كل كل ايش رايك تعال اصور ولد والله صورة جرب 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 هذا الثاني شوف المرعب وش رايك؟ مرعب ذي حلوة حلوة ها؟ والله 5 من 10 صحب أول لقمة حلوة شوف هذا خذ العمود معه ما أدري لا والله حلوة حلوة والله حلوة ما نسيت اسمها ذي بس مشهورة هنا في كوريا طعمها لذيذ آيس كريم ما أدري شلون في براوني يلا بالعافية دحوم كملها يعاني وش ذي المحل يا عمود هذه شوف فواكه الظاهر بالسكر أنا أجرب العنب اقرب 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 وش ذا؟ لو سمحت لو سمحت بالله يا عرمه يا شيخ الفراوله والله سكر كذا راح تنشف السنون سكر ذي شكلها بسم الله غريبه ترى هي هذه الاكله تخلي فمك تسكر تبي تسكر والله سكر تعال تعال جربها تمام تجربه وش وش اخذ الفندي من ماخذ فنديه انت ماخذ فنديه فراوله انا ماخذ فنديه والله فراوله والله شباب حلوه هي بس انها سكرها ين فجت لنا والله اكله غريبه وش الحمد لله نعمه بس انها يعني صليحه شويه فواكه مغطاه بسكر او ما ادري وش والله بس انا يعني صور صورنا امي جاب صورنا ذا صورنا وعد اخواننا يلا يا سعد نبغى نجرب هذه سعود هذا وشو تراها ما ادري وشي ما ادري بس محشيه شكلها حلو شوف وش اخذ سعود فراوله ولا توت توت هو حلو شكله لا 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 مشهور عندهم مانجا فراوله وصل طلبك وصلت كيسه مفروض انها زي كذا شوف ايش مفروض انها هذه زي هذه مفروض طيب يلا جرب نشوف الحين شباب هذه يبي لها تعرشها تعرف
عدل سمبوسه ذيك. يلا والله غير الواقع. ليه؟ ما ادري شف هي نفسها. اوه لا نفسها نفسها. من... نفسها. يلا كل كل عضه قويه. ما شاء الله ما كليت اصبر. وش شو فيك انت؟ خلاص. لا باقي المانجا. مانجا مانجا جوا. عندي مانجا جوا. البودر اللي هنا. العب كيرم انا. تقييمك؟ حلو سبعة. سبعة؟ سبعة والله المانجا حلو بس اللي ورا ما ادري شو. طبعا في نكهات عنده شوف. وما زلنا انا واخواني نمشي نجرب الاكل والستريت فود هنا. وش اسوي في ذي؟ وش هي؟ ليه ما نكملها ذي؟ اقول كمل ما على كيفك. لا والله يا رجال كمل كمل بس. مسلك يا رجال امش بس. يلا مشينا مشينا نكمل ما خلصنا. اكو وسختك شوف والله وسختك. وش ده؟ هذه بودرة المانجو. شيلها شيلها يا مانجو. يلا يلا سعود نبي نجرب شيء. في شيء مشهور في شيء دسم نبي شيء دسم. في شيء بيض في شيء بيض. نبي بيض ونبي ربيان. سعود نبي خلاص نبي نغير الحلا. اي والله كل شيء كل ذا كسر سنون سنوننا يا يعني. والله هودي مشهور. لحظه لحظه شباب الحلاوه اللي تهو السكر صورني صفر من عشرة. ليه؟ يكسر السكر. اي والله انا سني هذا بغى يطيح. خلنا نجرب الحين البيض. هلا والله يا شباب الاكل عباره عن بيض. بيض يا شباب بس هذه اكل ما ادري وش والله ما ادري وش بس يلا محشيه. وريني وريني اياها وريني اياها. شوفوا يا شباب بيض الظاهر مع جبن ما ادري ايش. يلا يا دحوم بسم بسم الله. بسم 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 الله انتبه من العود. ايوه ايش فيه حاره؟ كيف كيكة؟ كيكة البيض. حلو 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 كيكة بالبيض. حلو حلو ممتاز. اقرب اقرب اقرب. شوف اذا طعمها زين صراحة باخذ منها كثير. بسم بالله يا عيني. معروف شعرت من النص. والله كيكة في بالبيض. كيكة بالبيض. جميل. عد 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 ترى كثرته عاد. ايه هذا ما كله. يلا يلا كل كل بلا. طيب من 7.83 من 10. 7.83. عيل خذيت جوا البيض هالمرة. شكلك ما ادري تغير صوتك. حلوة زين ولا لا؟ زينة بس 5 من 10. وما زلنا نمشي وندور أكل كوري. جربنا أغلب الأشياء المشهورة هنا. صحيح. بس بقى بعض الأشياء دحوم ولا لا؟ اي والله سعود أبي ربيان. أبي شيء بحري. أبي شيء بحري. أبي شيء بحري. أنا ما أبي شيء بحري. وش رأيكم في الطبق الجديد؟ هذا وش سعود وهنا شوفها أشكال والله ما أدري بس يقولون كذي. هذه كورية صد كورية. هذا الظهر زي بانكيك كذا على شكل سمكة. تشوفه شكله بانكيك كوري يا شباب. عيني تقييمك تقييمك بالله. يا سلام يا سلام محشي نوتيلا. طب ايش هذا؟ هذه هذه اطراف اطراف زي ايش يسمونه ايش يسمون الحلا ذاك بانكيك. ايوه وافل. لا ايه تبي اعرفه جبجب كراسون. عرفت شو؟ بفستري بفستري قال لك بفستري. تبي اعلمك بالضبط ايش رايك؟ كيف بالله يا دحوم لذيذ يا سعد. لا تفوتك يا سعد. تعال علمهم وسخ. انت العرب هنا هذا عرمك والله الرجال على طرف ما في محشيه. وش رايك؟ ممتاز والله. هذا تقييمه له 8 من 10 لانه كذا مقرمش. انا مريض 9 والله حلو. حلو انا والله. اعتقد ان الحلا افضل من المالح حتى الان. يلا دحوم شارك. 9.37.0 خلونا نكمل اذا لقينا شيء ولا اتوقع جربنا كثير والله. لا لا. ابي ربيان ابي ربيان الرجال. يلا خلينا نشوف الربيان هذا تعال. ونم عصير في عصير سعود. ما في هذه في بيت في بس لا ايش لا في بس لا يا اخوي رمان ابي خلاص رجعنا بطل. لا 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 رمان تبي رمان ميكس ميكس ابي رمان. يا سلام شوف ذي هذه تقييمها يقولون ما ادري عاد بسم الله. هذه ايش بالايش يا سعود؟ وش تبي الاكل الكوري انا لهم وش طيب؟ هذا شباب عشان كذا ليه سعد يصور؟ هذا السبب شكون خلي سعد يصور. تقييمك تقييمك يا سعود. واو شوفوا يا شباب شايف حلو؟ والله العظيم ألذ شيء شكله وجهك يقول انها ألذ شيء. اوه الجبن تعال 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 والله لذيذ لذيذ بسم الله. وصلنا السعودية. انت تجرب لا تفطر والله حلوة حلو والله. كم 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 بالله 8 على مقصود صلاح فطور صح. بكره نفطره على كرامك خلاص تم. تغير وجهه يبي كروسان تم تم تبي فول والله حلو والله سعود بس احسن شيء اللي تو البيف باسري. اي والله حلو بالنسبه لي افضل شيء. انا اقول الحلل حتى الان يفوز بس باقي الربيان. تعال تعال ما ننسى الربيان. لا لا الربيان تعال الربيان يا سعود. اوكي بنجرب بانكيك جديد بس ما ادري وش بانكيك يا شباب. شوف وافل يا سعود شكرا شكرا
وقتر انت. الان بنجرب طبق جديد ما ادري وش هو. صوره وش خلينا نسوم عليه. شوف شوف شكله دقيقه. شوف الله يا شباب هذا وافل. ها بانكيك حلو. حلو. وش رايك دحوم؟ بسرعة خلي الرجال يبلع. ايوه دوري دوري دوري. لازم هذا اللي صدق. حلو حلو بالله. انا اهم شيء هذا هذا. ترى انا مشتهي وافل. ترى ذا مو صح. والله والله حلو. حلو والله حلو. مع نقص القهوه كذا. ما له دخل مع قهوه. هلا حالي. يلا خلص. وش خلص؟ ما راح تاكل. ما ماخذ ذا. ما بيبي ربيان. ايوه ما كمل اكل. كمل اكلك. خليك ما اخذ الدندين ذا. ماخذ كمل اكلك. بصحه الناس عشان يلعبون. يلا يلا الله. بس والله حلو حلو الاكل. وين نروح؟ والله ما ادري وين نروح بس بنكمل. سعود اليوم اليوم يوم الاكل. انت تسوي نفسك مجنون. ربيان ياكل يا اخي. بلشنا يا اخوي. لا جرب جرب هذا ربيان يا اخي من حقي. ربيان يلا بنجيب لك ربيان. ربيان اخر اكله اوكي. لا 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 بعدها في رمان. ها يا سعد. سعود ربيان. يلا اخيرا ربيان. تعال سعد. سعود ربيان. شوف يلا يلا طحن. انا جرب اشوف. شوف شلون هو كذا. ربيان مشوي. يلا حلو. تسعة ونص. تسعة ونص يا دعوم. تسعة ونص. تسعة ونص. تعال تعال جرب. قل ما تأكل أكل بحري. والله شوف المكان. والله جربنا أكلات كثيرة هنا في كوريا. في وسط كوريا شوارع كوريا. نسوي رجول طلعها. نشوف نسوي شيء. راح أقرب لك منك. مليان ما خلاك تأكل. أقول ها ايوه خلينا حبايب. حبه بس. ايوه جرب جرب. ربيان كوري من اكل شوارع. سعود باقي شيء ولا خلاص؟ اتوقع خلاص والله تمام. رمان رمان من 70. لا رمان سعود. لا 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 سعود والله تسعه. والله انه لذيذ. تعال لذيذ لذيذ والله. انا بروح اشتري لي واحد ثاني ولكن عشان ما نطول الفلوق على الناس متابعينا الغاليين. الفلوقات الجايه بتكون اقوى لان في تحديات في كوريا ناويين نسويها. والفلوق الجاي مفاجأة بنسويها في كوريا. وش تعلمهم؟ أنا معلمهم. مفاجأة. مفاجأة. إذا عجبكم هذا المقطع، هذا المقطع حبينا نجرب الأجواء في كوريا والأكل وزي كذا ونعلمكم إن إحنا في كوريا. صح. فنبغى 100,000 لايك لو سمحتوا. لا لا 200,000. أوه. لا لا. إذا سويتوا 200,000 استعجلنا في المفاجأة. مع إني ما أدري وش. إذا يا شباب لايك واشتراك ونشوفكم إن شاء الله في المقطع الجاي قريب. 3-4 أيام. أوه. مع السلامة. كم سميدة. كم سميدة.